سمك دينيس بالفستق، عندنا 8 فيليه دينيس، عصير ليمون حسب الحاجة، ملح وفلفل، نص كوب زبدة، نص كوب زيت زيتون، 1 معلقة كبيرة شبت مفروم، 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم، وللتغطية عندنا فستق مجروش، بيض ودقيق. هناخد السمك وهنحطه في بول، هنحط معاه عصير ليمون، ملح، فلفل، شبت، بقدونس، وهنقلبهم مع بعض. ويفضل ان احنا نسيبه نص ساعة في التلاجة لحد ما يتشرب الطعم من الخلطة اللي احنا حطيناه فيها. بعد كده هناخد السمك هنحطه في الدقيق، وبعدين البيض، وبعد البيض هناخده ونحطه في الفستق ونغلفه تماما بالفستق. ونحطه في طبق، ناخد اللي بعد كده. وطبعا هنعيد الحكاية دي لحد ما نغلف السمك كله بالفستق. ويبقى كده جهزنا الدنيس بالخلطة بتاعته. دلوقتي هنجيب الزيت والزبدة، نحتاج شوية زيت تانيين، وأحط مع كل طاسة شوية زبدة، وبعدين هجيب السمك ونبتدي نقلي في الطاسة. وأول ما يبتدي يتحمر على ناحية بنقلبه. دي كده جاهزة. السمك طبعا مش بياخد وقت كتير خالص، لما بيتحمر من بره بيبقى هو كده خلاص استوى. هنجيب كلينج فيلم أو ورق بلاستيك، وعندنا هنا بطاطس مهروسة بيوريه عادي خالص، ومعها في بطاطا برضو بطاطا مهروسة، طبعا عليهم ملح وفلفل. وكمان عندنا بسلة مهروسة.
هنلف دول مع بعض. وهناخد ونحطهم في بايبنج باج بالشكل ده، ونبتدي نضغط عليهم. تاي بايبنج باج محتاجة طبقة تخن شوية الفتحة. وهنجيب طبق التقديم وهنبتدي نزينه بثلاث أنواع البيوريه. اللي جهزناهم ودلوقتي نبتدي نرص السمك.